ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا مرة أخرى الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ عزب، يعني فقدنا الاتصال منذ قليل بحضرتك، هل انضميت إلينا؟ إن شاء الله. أهلا بك يا فندم. يعني نتساءل عن حرص القيادة السياسية المصرية دائما في كل المحافل على عرض المشكلات والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ويعني في إطار مشاركة السيد الرئيس في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، يعني بيأتي العنوان رؤية مشتركة حتى 2030. برأيك كيف ستكون هذه الرؤية المشتركة إلى 2030؟ بداية دعيني أشير إلى أن اهتمام مصر بالقارة الإفريقية وبشكل خاص لدى القيادة السياسية في كل محفل دولي وفي كل لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة أخرى يكون موضوع الأفريقي حاضرا بكل مفرداته الاقتصادية والاستراتيجية، نعم، والأمنية وحتى المناخية، نعم. وبالتالي كما نعلم مصر واحدة من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، نعم، عندما كان منظمة الوحدة الأفريقية وتشارك بفاعلية في هذا الاتحاد في كل مستوياته، سواء على المستوى الوزاري، ولاحظنا وزير الخارجية شارك في القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا قبل أيام، والرئيس عبد الفتاح السيسي يجعل كما ذكرت هذه القارة تحظى بأكبر اهتمام في خطابه السياسي وفي لقاءاته مع القادة الآخرين. ومن هنا تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة التي تناقش سبل وتعزيز وتفعيل الشراكة القائمة، هي شراكة قائمة لكنها تحتاج إلى تفعيل بين القارتين الإفريقية والأوروبية حتى 2030، وهي فترة محددة دوليا في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة. وكما نلاحظ القارة الإفريقية واحدة من القارات التي تكابد من مشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية ومشكلات استراتيجية نوع عسكرية وسياسية وأمنية، وبالتالي وربما سبب الرئيس لهذه المعضلات أنها كانت محتلة من قبل الدول الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، البرتغال، هولندا، نعم، وألمانيا وغيرها. وبالتالي هناك الآن نوع من، وهذه الدول الأوروبية يعني حصلت على ثروات هذه القارة، وبالتالي الآن بات على أوروبا أن تعيد هذه الثروات إلى أفريقيا عبر تقديم العون المالي والاقتصادي والتنموي حتى تسير هذه القارة قدرتها على النهوض والتنمية وتتحول إلى قارة منتجة بدلا من قارة مستهلكة، خاصة لديها كل مقومات الإنتاج ولديها الطاقات البشرية والثروات المتنوعة في ثروات متعددة في كل المجالات. نعم. وبالتالي هذه القمة لها أهمية كبرى في محاولة يعني حصول القارة الأفريقية على حقوقها من الأوروبيين. نعم، يعني هي فرص واعدة للاستثمار في أفريقيا دائما ما نتحدث عنها، ولكن ألا ترى أن هناك مشكلات أفريقية بتعوق من هذه الفرص؟ بالتأكيد أنا معك تماما، هناك مشكلة عديدة. أولا الصراعات بين الدول الأفريقية ذاتها، بين الدول الأفريقية في أكثر من منطقة، والأخطر الصراعات داخل بعض الدول الأفريقية، صراعات إثنية وعرقية وحروب، ثم المتغير الأخير المتمثل في سلسلة من الانقلابات العسكرية خلال الآونة الأخيرة وعلى مدى العشرين العام الماضية، هناك سلسلة من الانقلابات تجاوزت يعني أرقاما مهولة. نعم. وبالتالي ثانيا موضوع الهجرة غير المشروعة التي يقوم شباب الأفريقي بالمحاولة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا ونتيجة نقص الإمكانيات التنمية، وبالتالي هذه المعضلات تمثل عائقا كبيرا أمام تعزيز الشراكة. ولكن الآن كما ذكرت مطلوب من أوروبا، وهو ما يتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار، أن تضع تصورا لمحاولة تقديم العون لأفريقيا ماليا وتنمويا اقتصاديا حتى يتم القيام بجملة من المشروعات
في مختلف المناحي الاقتصادية والاستثمارية، في البنية التحتية، في الزراعة، في التصنيع، في الخدمات الطبية، في محاولة مساعدة القارة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا عبر تقديم اللقاحات بشكل عادل للدول الإفريقية. نعم. وحتى مساهمة في التصنيع معها في بعض هذه الدول. وبالتالي القارة الإفريقية تحتاج إلى جهد أوروبي عادل وموضوعي في هذه المرحلة. يعني كما تعلم أن عقدت أولى دورات هذه القمة الأفريقية الأوروبية في القاهرة، شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال خطة عمل القاهرة عام 2000. ما الذي يعني تنتظره من هذه القمة الأفريقية الأوروبية، خاصة أن هناك تحديات وهناك تطلعات وهناك أيضا مطالب بشراكة دون إملاء واستقصاء؟ يعني بالتأكيد، يعني هذا ما قاله رئيس الاتحاد الافريقي اليوم، رئيس امام القمة الاوروبية الافريقية، رئيس السنغالي، تكلم عن شراكة بلا املاءات، وهو ما تحتاجه القارة الان، شراكة اقتصادية واستثمارية وحتى شراكة استراتيجية، ولكن دون املاءات ودون تدخل في شؤون هذه الدول، وهو ما يعني راينا في الاونة الاخيرة تدخلات غير مرغوب فيها من دول اوروبية كبرى في دول افريقية لمحاولة يعني تحقيق أهداف هذه الدول الاستراتيجية. أيضا هناك تدخلات من قبل أطراف إقليمية في المنطقة، في المنطقة الشرق الأوسط، إيران، تركيا وإسرائيل، التي تحاول بكل الجهد أن تخترق هذه القارة لمصلحتها استراتيجيا. وبالتالي هذا مطلب عادل، مطلب يعني شراكة بلا إملاءات. ولكن الأهم الآن، أستطيع أن أقول أن انعقاد هذه القمة، وهي السادسة منذ انعقاد قمة القاهرة التأسيسية الأولى التي أشرت إليها في العام 2000، يعكس أن هناك نضوجا لدى الطرفين في باتجاه بلورة أسس لشراكة حقيقية في المرحلة القادمة فيما يتعلق برفع منسوب النمو، رفع منسوب قدرة المواطن الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية بدرجة أولى، والتحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. نعم، يعني الرئيس الفرنسي ماكرون في كلمته يعني ذكر جملة، يعني لا مفر أمامنا إلا التحالف والشراكة بين أفريقيا وأوروبا. هل ترى أن ما يتم الآن على أرض الواقع بعيد تماما عن هذه المقولة أم قريب منها؟ للأسف دعيني أكون واضح، ونحن نخاطب رأيا عاما مستديرا، أن الخطاب الأوروبي تجاه أفريقيا ما زال يتبنى الكلام ولا يقترب من الفعل. الأفارقة يحتاجون إلى شراكة حقيقية، لكن الأوروبيين ما زالوا يركزون على البعد الاستراتيجي الخاص بفرض أجنداتهم على القارة الأفريقية وتحقيق مصالحهم. وهناك صراع بين الدول الأوروبية في أفريقيا. نعم. صراعات ربما يعني خلال الحقبة الاستعمارية، وهذه الصراعات والتناقضات ما زالت قائمة، وهو ما يؤثر بالسلب على إمكانية بناء شراكة حقيقية. ولكن انعقاد هذه القمة والحديث بوضوح عن المشكلات والتحديات التي تواجه الجانبين وحاجة كل طرف آخر، يعني أوروبا في حاجة لأفريقيا، ليست أفريقيا فقط في حاجة إلى أوروبا. نعم. فأوروبا تحتاج إلى المواد الخام، تحتاج إلى قوة بشرية، تحتاج إلى وكل ذلك متاح في أفريقيا. وبالتالي أيضا أوروبا لديها قدرة أن تقدم المال، تقدم التكنولوجيا الحديثة، وتقدم المساعدات العينية. والآن في هناك قضية خطيرة. نعم. ربما دائما يركز عليها رئيس الفتاح السيسي، وهي أزمات المناخ. نعم. في القارة الأفريقية، خاصة أن مصر سوف تستضيف هذا العام في نوفمبر المقبل المؤتمر العالمي للمناخ. وبالتالي أفريقيا من الدول التي تحتاج إلى عون أوروبي بالذات لتزويدها بالقدرات المالية والتقنية لمواجهة أثار التغيرات المناخية. أعتقد أن هذا الأمر يعني في دائرة الحسبان بالنسبة لأوروبا، حينما ذكر ماكرون الجدار الأخضر من أهم المشروعات المشتركة بين أوروبا وأفريقيا، وهناك وعي بهذه القضية ومدى تأثيرها على أفريقيا بالذات. ولكن بالعودة إلى الاقتصاد الأفريقي والاستثمار في أفريقيا، يعني إلى أي مدى بترى
المعوقات التي تمنع اندماج الاقتصاد الأفريقي في الاقتصاد العالمي؟ يعني أول هذه المعوقات تتمثل في تباين النظم، يعني النظم القانونية والتشريعية ونظم إدارة المشروعات والفجوة التكنولوجية بين الطرفين. ومن ثم على الجانبين أن يحاول أن يعني يتجاوز هذه الفجوة، وتسارع أوروبا بتقديم خبراتها كما ذكرت في البداية وكما قال السنغالي دون إملاءات، وسعي يعني هناك النموذج الصيني، نموذج مدهش في مساعدة أفريقيا بلا أجندات سياسية. صحيح لديها أهداف استراتيجية أن تكون حاضرة في المشهد الأفريقي، لكنها تقدم العون بالمليارات من الدولارات، عون اقتصادي وعون تعليمي، تستضيف طلاب بمنح مجانية في جامعات الصين، وقدمت الكثير من اللقاحات في الآونة الأخيرة لأفريقيا، ومن ثم أوروبا مطالبة بأن تحذو النموذج الصيني، أي أن تقدم مساعداتها، تقدم تصورات، تقدم عونها بلا أجندات سياسية في القارة الأفريقية. على ذكر التكنولوجيا، ربما من أجل ذلك يعني رئيسة المفوضية الأوروبية ذكرت في كلمتها أن علينا أن نعمل على تعزيز شبكة الإنترنت في أفريقيا عبر تعزيز البنية التحتية، وتحدثت أيضا عن المنظومة الصحية والتي كان فيها بعض الظلم لأفريقيا، يعني على ذكر مثال مثلا توزيع اللقاحات. بالتأكيد أفريقيا واحدة من المناطق التي عانت وما زالت تعاني من نقص أولا الإمكانات ربما البسيطة لمساعدة مواطنيها فيما يتعلق بالتصدي أو التخفيف من أثار جائحة كورونا، والأهم أنها لم تحصل على نصيب عادل من اللقاحات، وهو ربما ما تحدث عنه أكثر من مرة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية. وحتى وبعدين القارة الأفريقية ليست فقط تعاني من أمراض خاصة بجائحة كورونا، ولكن هناك أمراض متوطنة كثيرة وبتحتاج إلى، يعني أنا زرت أكثر من دولة أفريقية وهناك أمراض لولا ما الواحد تحصن قبل أن يسافر كان ممكن يصاب بها، وبالتالي تحتاج أوروبا أو مطلوب من أوروبا أن تقدم عونها الحقيقي، وخاصة أنها على دراية بهذه القارة، يعني الفرنسيون والبريطانيون والألمان والبرتغاليون متوغلون جميعا في هذه القارة، يدركون جيدا مناطق الضعف الصحي في أفريقيا. لدينا نموذج في مصر الآن، مصر تقدم مساعدات فيما يتعلق في مواجهة الفيروس الكبدي في بعض الدول الأفريقية، وتقدم نموذج التنمية لدول الأفريقية كما رأينا في القمة الأخيرة للرئيس فتح السيسي مع السنغال في القاهرة، وحتى مع جيبوتي وغيره من القادة الأفارقة. وبالتالي يعني على أوروبا أن تتحرر من منظورها السياسي إلى منظورها الإنساني في التعامل مع القارة الأفريقية. نعم، الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.